مرحبا ويا هلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بحلقة جديدة. المرة اللي طافت سوينا عجينة الكيش، وهالمرة راح نسوي الكيش. وصفتنا اليوم كيش بالبصل والكراث، لي كانونيون كيش. مقادير: عندنا حبتين ليك، حبتين بصل، 4 بيضات، حليب، كريم الطبخ، جوز الطيب، طبعا الملح، وشوية فلفل أسود. خلونا نشوف شلون تجهيزات. تجهيز المقادير: أول شيء عندنا البصل والكراث، قصصناهم صغار صغار على شكل دائرة مثل ما تشايفين على اليمين. بعدها عندنا تجهيز عجينة الكيش، الوصفة راح أتركها تحت بالفيديو أسبوع اللي طاف سويناها، اللي ما شاف الفيديو يقدر يشوفه ويسوي العجينة نفسها. عندنا الحليب والكريمة 250 ملي 250 ملي، مجموعهم 500 ملي، مخلوطين مع بعض. البيض عندنا 4 بيضات، استخدمنا 4 صفار البيض واثنين بياض البيض. في عندنا الزبدة اللي راح نطبخ فيها الكراث والبصل. بعد التجهيزات هذه راح نتجه إلى المقوى. أول خطوة عندنا راح نذوب الزبدة. الحبتين البصل والكراث راح يحتاجون صبع زبدة كامل، بس أنا هني لأن أكبر معون مقلى عندي هو التاوة، استخدمت نص صبع زبدة، قليت فيهم نص الكمية، ونص الزبدة الثانية قليت فيها باقي الكمية. راح نطبخ الكراث والبصل لين يذبل شوية. أو نعطيه تقريبا نص طبخة بس، لأنه راح يكمل باقي طبخة بالفرن. نطبخ فيه لين يصير بهذا الشكل تقريبا، ذابل شوية، مو طبخ بالكامل. كذي نقدر نطفي النار عليه، نخليه على جنب، ونروح الحين حق العجينة. العجينة طبعا راح تكون بالثلاجة، مو تنسون تطلعونها أقل شيء نص ساعة قبل أن نشتغل فيها. الهدف الحين إن احنا نعيل العجينة ونسويها بشكل دائري على قد المعقول. طبعا هني أنا قاعد أحاول أخليها مستطيلة، أحاول أفردها من الجهتين لين تصير مستطيلة كبيرة، وأحطها بالمعون وأقصها بشكل دائري. والحين خلصنا من فرد العينة، الحين قاعد أحاول أشيلها شوي شوي بالرولينج بين وأحطها على المعون. نقطة مهمة عن المعون، لازم ندهنه بالزبدة علشان نقدر نطلع الكيش بسهولة وما تلزق بالمعون. والحين نقص العين الزايد بالأطراف. لما تصير بهذا الشكل تقريبا، اللي حاب أو اللي عرف يزين الأطراف حق العينة يقدر يزينهم بأي شكل يحب، ما في مشكلة. بعد ما ننتهي من التزيين والتشكيل، جدا ضروري بالشوكة نخرم العين بكل الجهات تحت كذي. الحين نجهز السوائل. أول شي نسوي نضرب البيض مع بعض، نتأكد إنه نخلط عدل.
بعدها نضيف البيض على الحليب والكريمة. وآخر شيء نضيف البهارات اللي هما جوز الطيب، الملح والفلفل الأسود، نخلطهم عدل. وكذي يكون الخليط جاهز حق الكيش. أول شيء راح نسوي راح ناخذ البصل والكراث ونحطه على العين لين تفول عندنا العينة تمام. هذا الشكل تقريبا. بعدها نصب خليط الكريمة والبيض لين يغطي الكراث والبصل تماما. وكذي صارت جاهزة حق الفرن. الفرن راح يكون على درجة 180 والطباخ مدته نص ساعة. بعد نص ساعة هذه هي نتيجة الكيش. علينا وعليكم بالعافية. بالنسبة حق طرق التقديم ممكن تاكلها حارة، ممكن تاكلها باردة، في ناس حتى يحبونها برودة الثلاجة، حسب ذوقك. جرب وشوف. أنا شخصيا أحب أكلها حارة مع جبن مثل جبن غورييير أو كوميت بهالطريقة هذه. إذا في عندكم أي سؤال أو استفسار عن وصفة اليوم لا تنسوا تتركونه تحت راح نجاوب عليه بأسرع وقت ممكن. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك. نشوفكم إن شاء الله على خير بالفيديو الجاي. مع السلامة.